المغربي الذي شرف المغرب خارج أرض الوطن لما له من 96 أغنية تهتم بالقضية الوطنية. ثانيا سيتم توشيح الإطار الوطني في العمل الجمعوي والمنسق الوطني في العمل الجمعوي في مختلف ربوع الوطن المدون الفيسبوكي الحاضر من مدينة سلا فليتقدم مشكورا وسيتم توشيحه من طرف الدكتور إدريس هاني من مكانه في الفضاء الأزرق. ثالثا سيتم توشيح الإطار الجمعوي السيدة فاطمة العطار فلتتفضل مشكورة وذلك من طرف الدكتورة نعيمة كي. نعيمة كي صاحبة 4 جمعيات على الصعيد مدينة فاس. كذلك سيتم توشيح السيد المعروف بالساحة العلمية في مجال الإطار الجمعوي وهو الأستاذ محمد مجاهد وذلك من طرف الدكتور محمد زين العابدي فليتفضل مشكورا. هنيئا للسيد عبد السلام النبي المعروف في مدينة تزا الدرس الأصل التاريخي في مجال الفروسية. كما سيتم توشيح السيدة سعيدة الريفي المعروفة بالأم الجمعوية بمدينة فاس وذلك من طرف الدكتورة نعيمة كي. ومبادرة مرة أخرى من طرف الدكتورة نعيمة كي فإن سعاد الريفي تستحق هذا التوشيح لأنها تعمل في إطار العمل الاجتماعي بمدينة فاس. وحتى أذكر المجتمع المدني الفاسي بأن سيتم توشيح السيد قيلول جازي محمد المعروف على ساحتي عاصمة العلمية والحاضرة الإسماعيلية وذلك من طرف الدكتور محمد أمراني العلوي. وحتى لا أنسى هناك الشواهد التقديرية والشواهد الدكتورة الفخرية. سيتم حاليا توشيح السيدة خديجة صالح من طرف الدكتور محمد المراني العلوي.
ياخذ يسلم. هنيئا للاستاذه تحية وطنية للأستاذة خديجة الصالح. تحية وطنية لخديجة الصالح. كما سيتم توشيح الدكتور الحسن الزاهر عميد كلية الشريعة سابقا ودكتور صاحب دكتور جوج الدكتوراه، وذلك من طرف الدكتور صديق المغرب إدريس هاني. هنيئا لك بهذا التوشيح